في أوائل ثمانينيات القرن التاسع عشر تم اكتشاف الياقوت الكشميري، وهو من أجود أنواع الأحجار الكريمة. ومنذ ذلك الحين بات الهدية المناسبة عند أهل كشمير لذكرى الزواج السنوية، إلى أن توقفت هذه العادة على مدى أكثر من 15 عاماً على غرار عمليات التنقيب بعد اندلاع الحرب بين الهند وباكستان عام 1947 عقب استقلالهما عن بريطانيا. يضم إقليم كشمير الباكستاني بحسب دراسات جيولوجية حصلت بأمر من السلطة التنفيذية الإقليمية موارد مثبتة تزيد عن 40 مليون جرام من الياقوت، وموارد مفترضة تقرب من 50 مليون جرام إضافي، ويمثل ذلك مصدر أرباح محتملة كبيرة تقدر ب 500 مليون دولار، وهو كنز في منطقة تعد 4 ملايين نسمة يتقاضى أكثريتهم دخلا متواضعا. يرجع ذلك إلى سوء الاستغلال، إلى أن قررت الحكومة الباكستانية إنشاء مركز تدريب حكومي في مظفر أباد عاصمة الجزء الباكستاني من إقليم كشمير، يعلم رواده التعرف على الأحجار الكريمة وصقلها. عمران ظافر مدير مركز التدريب: نساعد هؤلاء الشباب على التعرف على المعادن والأحجار الكريمة وصقلها، فبتدريب عمالة ماهرة ستتحول آزاد كشمير إلى مركز عالمي للأحجار الكريمة. دار السوثبيز للمجوهرات الشهيرة في جنيف صنفت الياقوت الكشميري قبل عشرات السنين بأنه أندر الأحجار الكريمة الملونة التي يعرفها الإنسان، وتقوم بين الفينة والأخرى ببيع جواهر تحتوي على الياقوت الكشميري، وهو ما أكسبها شهرة وصيتا واسعين.